يا حجة جايين مشان تكتبوا لنا مش على البار 4 دنانير ونص كاس العصير. 4 ليرات ونص كاس العصير. صور له يابا يا رجل. تفضل. 4 دنانير ونص. هاي الحجة اسمع لنا الحجة اسمع. جايين هون مشان تكسبوا منه. فروقات حجوزات الطيران اللي دفع. انت مش احرص مني على اولادي. انت مش احرص يا رزاز. انت مش احرص مني ولا اي واحد على نفسه وعلى اولاده. السلام عليكم. بتمنى صوتي شباب حبايبي. انا ماليش ما مش مشترك ولا بصفحة طبعا من صفحات التواصل الاجتماعي. بتمنى صوتي يوصل للرزاز ويوصل لوزير الصحة. احنا في الحجر الصحي يا سمو جايبين هون على البحر الميت. طبعا خطوة جيدة وممتازة انهم يعني خطوة وقائية هاي. بس للأسف الشديد يعني هذا مش حجر. هذا مش حجر. طلعوا بالله طلعوا نسوان كبار اطفال صغار الناس على بعضها. ولغاية الآن فحص المفروض إذا في عندك إذا المفروض يا دكتور يا رزاز بدك تعمل حجر صحي المفروض الناس هاي قبل ما تجيبها تفحصها فحص مبدئي فحص بدائي يعني تعرف الناس تفرز الناس المريضة من الناس اللي مش مبين عليها الأعراض. لغاية الآن هذا بالله فحص هذا حجر هذا. بعدين المي انتوا جايبينه هون على فندق المي بيبيعوه بيع قاعدين للناس بيبيعوها بيع قزازة المي بأربع دنانير. قديش قزازة يا حج؟ أربع دنانير. الله يعين. طب بصير هذا حجر صحي هذا إجراء عاقل. أسأل وزير الصحة أنا جاي من طوكيو من اليابان جاي صار لي 23 سنة والله الولد الصغير الياباني بيعرف أكثر من أكثر قرار بتاخذه أحسن من أحسن قرار بتاخذه. طفل صغير اليابان الحياة فيها عادية طبيعية فيش واحد عليها أي حجر ما في إنسان عليه حجر عايشين ملوك. تفضل يا أختي. كمواطنة يعني قبل ما أجي يا أختي أنا المشكلة أنا قاعد بكتب على صفحتي ما عندي أي متابع بس أنا بتمنى باللي بيسمعوني يوصلوا صوتي لأي ناشط لأي واحد لأي صحفي. ما بصير هذا مش حجر هذا مش إجراء إنسان عاقل. إذا في ناس مش مريضة مرضت. إذا في ناس مش مريضة بورا القعدة هاي الساعة هاي مرضت يا دكتور. طلع قزازة المي بيبيعوها للناس بيع اشتريت ولا من الفندق كله طبعا مشترى. هذا حجر صحي فندق 5 نجوم مشكورين طبعا بتمنى من الجميع يشارك. طلع الحج طلع مش على المي وعلى حق المي مش على يفحصونا فحص مبدئي يفحصونا معص مبدئي يشوفوا المريض من مش مريض. في ناس بتقح في ناس مريضة. بعدين اي واحد تطلع حرارته قاعد حتى لو مش كورونا بتطلع حرارته ما هو مش معروف. أنطيني في عندك شرائح بدي أسألك يا وزير الصحة عندك شرائح فحص الكورونا وجاوبوا بصراحة كم من شريحة عندك؟ بس هذا اللي أسألك إياه. 30 دقيقة إحنا الفحص طلعونا إياه بطوكيا فحصين قبل ما نيجي 30 دقيقة النتيجة بتطلع 30 دقيقة طلع هذا 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 هيك بدهم يحجرونا هذا هيك إحنا جايين على الحجر. تفضلوا يا رزاز يا دكتور يعني الناس الكبير الحج هذا النسوان هاي الأطفال النسوان الكبار يا زلمة والله حتى نفسيا انت الوضع هذا الأثر النفسي اللي بيسببه للناس بيسبب لها ضرر أكثر من الكورونا. جاي لي على الكورونا انت يا زلمة جاي لي على الكورونا روح دور ورا السرطان. نص الشعب الأردني مسرطن تجار بيخافوش الله. حطوا عليهم رقابة يا أخي المواصفات المقاييس شغلوها شغلوا العالم شغلوا الناس. الأردن كلها مسرطنة جايين على الكورونا 10-20 واحد بموت من الكورونا ما كل يوم 100 واحد بموت من السرطان 100 واحد بموت من السرطان يوميا. كافح التجار اللي الجشعين كافح الناس اللي بتخافش الله الناس اللي ما لها ذنبها شو ذنبها هاي الناس شو ذنبها اللي تارك شغله وتارك هذا جاي يشوف أولاده يقعد معهم يا بعيش معهم يا بموت معهم. إحنا إجينا على البلد تركنا شغلنا وتركنا مصالحنا إجينا نقعد جنب أولادنا يا نحيا مع بعض يا منموت مع بعض. ليش تعملوا فينا هيك يعني؟ طفل شو ذنبه النسوان هاي المرة الكبيرة هاي شو ذنبهم هذول؟ إيش ذنبهم؟ إيش ذنب العالم هاي؟ ماشي جايبنا على البحر الميت والله أنا مبسوط جاي أنا بحياتي ما فت البحر الميت بحياتي أنا 52 سنة عمري ما جيت على البحر الميت أنا مبسوط بالنسبة لي. بس الناس هاي حرام يعني افحصونا يا أخي افحصونا وخلونا هون شهر
انا بديش اروح اصلا على بديش افوت الزرقاء، انا ساكن في الزرقاء، شو مودينا على الزرقاء وين حطني في البحر الميت؟ ما بدي اروح على الزرقاء انا، بس افحصني افحصني يا اخي، اول مره بحياتي فوت البحر الميت انا، يعني فرصه عرفتنا في 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 بلدنا. شوف هذا حجر صحي، هاي هذا هيك حجر صحي، طلع عارف وين رايحين؟ ولك وين رايحين؟ وين مخذيننا؟ ولا واحد عارف وين رايحين، ما حدا بيجاوبك، كله بعد السيارة ورا الباصات، السيارات كلها ورا الباصات. هاي الحجة شو ذنبها هاي المرة؟ طب هاي المرة مريضة لحالها، ما في مشكلة فحصوكي؟ ماشي حجة، بس فحصوكي؟ راح يفحصوكي؟ ما بنعرف ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله نفحص ان شاء الله. يعني ان شاء الله منعت المدارس عشان ما يتجمعوش الطلاب، ومنعت المساجد عشان ما يتجمعوش المصلين، ومنعت الاعراس عشان ما يتجمعوش. نعم جاي تجمعنا هون صار 10 ساعات مع بعض. لا هيك عشان تكون سليم انت، هاي جمعونا جمعة خير. تفضل تفضل، وهذا هيك هاي الحجر الصحي تبعنا، حجر 14 يوم لكل الناس، هاي الحجر الصحي. في ناس يقول لك 30,000، في ناس يقول لك 70,000. واسأل أي واحد يعني، يجينا مسؤول يعني يحكي لنا، يا زلمة غيارات ما عندنا، أواعي ما معانا، نسوان أطفال، أدوية ما معنا، ناس مريضة، مي بيبيعونا إياها، بيع المي، بيع باعوها. طلع هذا حجر صحي، هاي حجر صحي، هاي حجر صحي، هيك احنا جاهزين للحجر. تفضلوا، فندق كل غرفه فاضية يا عم، بدكم تشغلوا فنادق ما عندنا مانع، احنا ما عندناش مانع، بس مش حساب الناس والعالم، هاي الناس المسكينة لا يجوز يعني. لا يجوز، ما مرت علينا احنا الحالة هاي، ما مرت علينا نهائيا والله. ولد صغير في اليابان بيتخذ قرارات احسن من القرارات هاي، وبيعمل تنظيم وبنظم الامور هاي افضل من هيك. هذا مش تنظيم حجر، هذا مش تنظيم لحجر، هاي صار لنا ساعه ونص هنا على الوقفه، هاي ساعه ونص بالاكتظاظ هذا. نظن ساعة، اقطع راسي يا اخي، بدي احكي، اقطع راسي. نظن الشعب الصامت، ما بدنا نصمت بعد اليوم، ما بدنا نصمت، بدنا نحكي، بدنا نطلع صوتنا. اللي بتسويه غلط، اجراءك غلط، احجزنا بس افحصنا، اول ما تحجزنا افحصنا، عملنا فحص مبدئي، طلع المريض من الصالح من السليم. مي باعوها بيع، المي مي باعوها بيع، هاي على الكافتيريا، ياخذك على الكافتيريا تشوف كيف بيبيعوا الناس. هاي يا حجة أربع ليرات ونص كاس العصير، صور له يابا يا رجل، تفضل، أربع دنانير ونص. هاي الحجة اسمع للحجة، اسمع، جايبيننا هون مشان تكسبوا منا فروقات حجوزات الطيران اللي دفعناها عشان القرار قبل يومين، فروقات حجوزات الطيران يعني شيء غريب. احنا مع الدولة يا عمي، والله أنا جاي وفاتح شقة خاصة فيي، حتى أولادي ما أشوفهم قبل 14 يوم، أنت مش أحرص مني على أولادي، أنت مش أحرص يا رزاز، انت مش احرص مني ولا اي واحد على نفسه وعلى اولاده، انت مش احرص منا ولا انت واعي من الشعب الاردني، الشعب الاردني كله واعي، كله واعي، اجهل واحد في الشعب الاردني اوعى من اوعى اكثر مسؤول، القرارات اللي بتاخذوها كلها قرارات غير مسؤوله، انت مش احرص منا على حياتنا ولا احرص منا على اولادنا. اللي جابوا الكورونا للبلد اصلا كلهم سياح فرنسيين، والسلام عليكم.